وصلى الله على حبيبنا محمد. نحن الآن مع الدرس الرابع من سلسلة البنون زينة الحياة الدنيا، ولقد تحدثنا في الدرس الثالث عن مجموعة من المسائل كان أهمها هو أن الاشمئزاز بالبنت ردة إلى الجاهلية. اليوم إن شاء الله تعالى سنتابع بإذن الله تبارك وتعالى هذا الموضوع. إذن فالله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل يسمي هذا القادم المبارك هدية، هو هدية الله لك، والمؤمن يقبل الهدية برضا وبسعة صدر وباستبشار. كيف يمكن أن يعطيك إنسان هدية فترفضها حتى ولو كانت الهدية صغيرة؟ ليس من الآداب ولا من الأخلاق إذا أعطاك إنسان هدية، فالهدية على قدر المهدي لا على قدر المهدى، لا على حسابه هو عنده ذاك اللي هدى لك ذاك الشيء اللي يوصل له، فعليك أنت أن تتقبل ذلك برضا وانشراح. ولذلك الله تبارك وتعالى سبحانه يهدي إليك، فسمى الولد الذي يأتي من الله تعالى هبة يهب لمن يشاء، هبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هبة من الوهاب، إنك أنت الوهاب سبحانه عز وجل. ثم هو بشرى، فبشرناه بإسحاق، إنا نبشرك بغلام، هي بشرى، هي أيضا زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأنتم ترون أن أي شيء في هذه الحياة له أسماء كثيرة فلأن له شأن كبير. الحاجة اللي دائما عندها تسميات بزاف عرب الله راه عندها شأن كبير، بحال القيامة تصيب عندها أسماء كثيرة، القيامة، القارعة، الصاخة، أسماء كثيرة، القرآن هو القرآن، هو الفرقان، هو الهدى، هو الرحمة، هو الشفاء، الله عنده 99 اسما وأسماء لا يعرفها إلا هو، استعثر بعلمها أو أنزل بعضا في كتابه أو علم بعضا أحدا من خلقه، فالأسماء كثيرة وأسماء النبي كثيرة. المهم أنه كلما كثرت أسماء الشيء في ديننا إلا كان ذلك علامة على ثقل هذا الشيء، شي حاجة مهمة. وما كانش الحاجة بحال الوليدات بالنسبة للإنسان. الله، إذن فماذا على المسلم إذا رزق الولد؟ أولا عليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، فإذا جاءه خبر ولادة مولود له فعليه إذن أن يشكر الله تعالى سبحانه. أش من الفكرة اللي تجي للرأس؟ كم من إنسان تعب كثيرا فلم يؤت الولد، وكم من إنسان أنفق المال الكثير ولم يعدم المال ولم يرزق الولد. أنت ما درت لا مجهود لا ولو، سيد ربي رزقك هذا وبشرك بهذا ووهبك هذا وأكرمك بهذا، فكم من إنسان يتمنى لو أنه ينفق ملء الأرض ذهبا ليرزق الولد ولا يحصل على ذلك، بل هنالك عياذا بالله من صار يشتري الولد، يجي حتى لهنا راك تشوفوا ما اسمه، ويشتريوا الوليدات اللي ما عندهمش الوالدين. وفي المغرب وقعت هذه الأزمة، راك سمعتوا في البرلمان السيمانة الفايتة أن الأولاد الذين يولدون لا يعرف لهم والد ولا والدة، أصبح يمثل سوقا يدخل إليها من يريد شراء أبنائنا. ثم وقعت قاصمة الظهر لما علم المغاربة أن أولاد المغاربة الذين يجهلون آباءهم يباعون للأجانب من غير المسلمين. ولذلك أجاب وزير العدل قال لهم نحن لا نمانع من أن يتكفل إنسان بهؤلاء الأولاد، أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة، لكن بضوابط شرعية، أن لا ينسب إليه، ما يكونش تبني، ثانيا أن يكون الذي يتبنى إما أجنبيا لكنه مقيم هنا،
وإما مغربيا مقيم هنا، وإما مغربي مقيم خارج البلد. أما الأجنبي المقيم خارج البلد فلا. كانت ثلاثة تاع الحالات. نعم، والرابعة لا. إذا كان المغربي يقبل القانون للمغربي أن يتكفل بالأولاد الذين تجهل هويتهم. هنا ولا هي، لأن مغربي مسلم فلا يخاف على الولد إذا تكفل به مغربي مسلم، لأن قضية قضية الإسلام. أما الأجنبي أي غير المغربي لا يقبل منه أن يتكفل بهؤلاء إلا إذا كان أجنبيا مقيما بالمغرب حتى يسري عليه قانون المغرب إسلام، حتى لا يضيع دينه. ومع ذلك ضاع الدين تحمله، ما ضاعش الدين تحمله. عين لوح، راكو عندكم الخبر عين لوح، ذيك الجمعية التي كانت تستقبل الأولاد الذين لا تعرف هويتهم، فوجدوا أن القائمين على تلك الدار نصارى نصروا أولادنا. وراكم تشوفوا، وخرج قرار من المغرب وطردوهم، ذيك الميريكانيين طردوهم. خطأ، كيكفروا لك ولادك داخل بلادك، فين عاد يديها أجنبي ويمشي برا؟ فكيف يمكن أن نأمن على دين أبنائنا؟ ولاد البوسنة والهرسك لما طبق الصرب عمليات الإبادة العرقية والدينية، اش بقى؟ مساكين بقوا يقولوا شكون يتكفل بينا؟ المسلمين والعياذ بالله واسمو كانوا يديروا؟ يتكفلوا غير بالبنات، غير بالنساء، يعني الدافع نتاعهم شهواني. أما تلك الجمعيات المسيحية في ألمانيا والدنمارك، ادت كاع وليدات المسلمين في البوسنة اللي تقتلوا بواتهم للقيام بتنصيرهم. يا الله يا الله، يا الفتنة ويا الحرب التي تشن على الأجيال القادمة. شوف اللي ما يتزوجش واللي يزني بالمرأة بلا ما يكون يقدر عواقب ذلك، غلبة شهوته وغلبة الأنانية نتاعو، ولم يفكر في الآثار المدمرة التي تترتب عن هذه الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن. متى تعود أيها المسلم؟ متى نمسح هذا العار عن المغربيات؟ كل صباح كان قتلوا 666 واحد خوفا من العار، الإجهاض، عمليات الإجهاض، ويطالبون الآن بتقنين الإجهاض لكي تحصل المرأة التي تحمل عن طريق الزنا الحق القانوني في أن تقتل الجنين مخافة العار. مش الغريب هاش؟ لذلك لا تكرب الوليد، اعلم أن كثيرا ممن يبذل المال ليحصل عليه فلا يجده، وهنالك الكثير من أبنائنا الذين يولدون عن طريق غير شرعي، يباعون ويشترون، بل هنالك من يعمد إلى بلداننا المتخلفة لا ليشتري الأولاد فقط، ولكن ليسرقهم كما وقع في النيجر من طريق عن طريق فرنسا، يستعملونهم كقطع غيار، يبيعون أعضاءهم في سوق البشرية المنحاض. شوف هذا العالم متحضر الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان، هذا هو حق الإنسان؟ من أعظم حقوق الإنسان هو أن يولد في أسرة عندها باها وامها عن طريق شرعي، باش يعرف باين لا عنده مو عنده باه، راه ما كاينش اللي يحن عليه فوق الأرض بحال الوالد والوالدة، راه ما كانش. وياك ما حسبت هذا اللي غادي يشريه سيهتم به؟ لا، هو فقط لأنه لم يجد الولد فهو يملأ الفراغ فقط. أما الشعور بالأبوة والأمومة يعدمها، لا توجد لديه. لما ما تعرف حق الأمومة حتى تحمل 9 شهور وتضع تحمل كرها وتضع كرها لكي تستشعر آلام المخاض. والإنسان كلما عانى من أجل الشيء إلا كان الشيء له قيمة عنده، لأن يعرف قيمته. أما جاء هكذا الولد غير هكذا، كيف القيمة اللي غادي تعرف؟ والعياذ بالله. إذن فعليك أن تشكر الله تعالى لأن الله رزقك ذلك بدون جهد منك، وإنما تفضلا من الله تعالى. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام، وهبنا له يحيى، وهبنا له إسحاق ويعقوب.
هبة الله سبحانه عز وجل. أما طريقة الشكر فإن أفضل طرق الشكر هو تقول الحمد لله. فإذا بالغت في الشكر سجدت لله، فإذا بالغت في الشكر صليت ركعتين أو ما شاء الله، أنت تتقبل هدية الله بشكر المنعم سبحانه عز وجل. الله، وكيف لا تشكر الله وتبالغ في الشكر؟ ليس فقط لأن الله وهبك ولم يهب الآخرين، ولكن الله وهبك نسمة كاملة، فقد توهب النسمة وتوهبها معوقة منغولية. يعطيك ربي قاعد وانت تستنى وتستنى في التالي واسمه يلقى، يعطي لك منغوليا ما عندوش العقل، يعطيه لك والعياذ بالله مشوه كما يخرج أولاد كثر وولادات كثيرة في العالم، يخرجوا متلاصقين شتوه ولا ما شتوه. هالعالم هذا شو آيات الله في الخلق؟ شو للناس اللي بقى يتعاطى والعياذ بالله لجحود نعمة الله؟ كيخرج الولد مع الولد ملتصقين. فهنالك من العمليات من تنجح في الفصل بينهما، وهنالك من يقرر الأطباء بعد اجتماع ومدارسة المشكل فيقررون أن لا حل فيعيشان هكذا إلى أن يشاء الله، وهنالك من يرزق الولد والعياذ بالله مشلولا. دخلت على واحد المرة هنايا أعطاها ربي ولد مشلول، وبها قال لي من اللي هذه 14 عام من اللي رزقنا الله الولد يمو ما خرجت بالدار، صافي أصبحت سجينة في البيت رهينة عند هذا الولد. الله أكبر، وانت أعطاه لك ربي كامل. ألا تشكر الله تعالى على نعمة أن وهبك ولدا كاملا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، سواك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الله الله الله، والتين والزيتون وطور السنين بحال القسم علاش، والبلد الأمين علاش، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. الله، دخل الإمام الشافعي عند أستاذه وشيخه الإمام مالك، وبينما هو في حلقة شيخه إذ دخل رجل من هذا الباب، قال له يا إمام لقد أقسمت في الليلة الماضية قسما أريد أن أعرف حكم الله فيه. قال له ما وراءك؟ قال قلت لزوجتي لو لم تكوني أفضل من القمر لطلقتك. حلو، لو كان ما تكونيش أحسن من القمر لطلقك. قال له فهي طالق، فالقمر أجمل من زوجتك مهما بلغت في الجمال. فخرج الرجل من مجلس الإمام مالك منهكا حزينا، فإذا بتلميذه الإمام الشافعي الثاقب النظر الذي رزقه الله علما وبصيرة، وبأدب جم قال للشيخ يا إمام يا إمام لقد فاتني أن نسيت أن أستعرض صورة التين، اقرأ علي يا إمام اقرأ علي. قال والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ففهم الإمام مالك أن الله استعمل عند خلق الإنسان كلمة أحسن، وأحسن هو اسم التفضيل، فلا يوجد خلق هو أحسن ولا أكمل من الإنسان. قال علي بالرجل ائتوني به. قال زوجتك ليست بطالق، فزوجتك أحسن خلقا من القمر. الله، يعطيك ربي واحد الولية تبارك الله وكامل وماشي منغوليا وماشي وما تحمد صدر ربي. تبقى تقول البنت اعطاني، البنت اعطاني لقريمة عجبة، فتستهين بهذه النعمة. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا إذن ما يذكره الإنسان عند قدوم هدية الله إليك. لابد لك أن تشكر ربك
بأي أنواع الشكر وأساليب الشكر المتعارف عليها، وهيا بعد ذلك لكي تستقبل تهاني الناس. الناس يهنئونك، الناس يزغر تنسى والخرين يهنئوك. يعرف شي واحد منكم إن شاء الله تبارك وتعالى كي يقول لي عنده الولد؟ ما هي السنة كي يزيد الولد عند شي واحد اسمه كتقول الله يرحم لكم الوالدين؟ يلا رحنا كنديروا هاد السلسلة نتاع البانون زينة الحياة الدنيا، يلا باش نعرفوا كاع الأحكام إن شاء الله تعالى. إذا ماذا تقول لصاحب هذا المولود؟ راك جيت عنده واش كتقول له؟ نحيوا السنة إن شاء الله تعالى، ماذا تقول له؟ زيد سيدي. بارك الله لك في الموهوب. الموهوب هو الوليد، اسم مفعول نتاع الهبة. بارك الله لك في الموهوب. زيد. وشكرت الواهب، لقد شكرت الذي وهبك هو الله. وبلغ أشده، أي أطال الله عمره ما يموت شيء. زيد. ورزقت بره، فتجمع في هذا الدعاء لتهنئة أخيك على المولود كل الخيرات، فتقول له بارك الله لك في الموهوب. جعله الله بركة في البيت، حينما يزدان فراش بيتك بولد فأنت إنما تستقبل زيد طريقا من السماء ينزل منها رزق آخر، لأن من كنت أنت ومرتك كانوا عندك من الدار غير زوج نتاع البيبان اللي كينزل من الرزق، رزقك ورزق زوجتك. فلما أكرم الله فراشك بولد إذا بطريقة أخرى أو طريق آخر ينفتح من السماء لكي ينزل رزق آخر هو رزق ولدك. راك تكثر الأرزاق سيدي، لذلك هو بركة، هو بركة عليك. راه كل من يعطيك ربي وليك الله لا يشق فمن حتى يقدر له رزقه، وأيما بيت يحل فيه ولد جديد أي فم جديد إلا ويفتح باب رزق جديد لأهل البيت. الله. وذلك ربي يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، زاد الرزق نتاعهم مع رزقكم، نحن نرزقهم وإياكم أي زاد رزق الأولاد مع رزقكما. اشتقتلوا من إملاق أو خشية إملاق، خشية الفقر. أتظن أن الفقر، أن الثغر الذي فتحه الله تعالى وأكرمك الله به سيأكل رزقك، سيضيق عليك رزقك؟ العكس يا أخي، إنما تنفتح باب طريق إلى السماء ينزل منها رزق آخر في بيتك. ولذلك تقول بارك الله لك في الموهوب، أي بنزوله في هذا البيت ضيفا عليك ستحل البركة بحلوله عليك. وإحنا نقول غير واحد من وعد البركة، أما البركة كلمة تشمل جميع أنواع البركات، الإيمان بركة، الرزق بركة، المال بركة، الصحة بركة. فالبركات تحل على البيت الذي تأتي هدية الله، هذه هدية ربي. كيفاش ما تنزلش البركة وجات الهدية نتاع مولانا لبيتك؟ اللي كنت تجيك هدية نتاع شي واحد تحبه كتقول استنار البيت، امتلأ البيت بالأنوار، نزلت أهلا وحللت سهلا، فكيف إذا جاءتك الهدية من رب العالمين؟ إذا إيش كتقول؟ عودوا معي الوقت. زيد. بارك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده. زيد. ورزقت بره، تربح كل شيء. البركة نزلت بالموهوب، ثم أنت تشكر، ها رحنا كنشكروا الآن الله على هذه الهبة، ثم ندعو لهذا الولد إن شاء الله أن يطيل عمره، ثم لا يطيل عمره فقط، أن يجعله صالحا فيرزق الوالد بر الولد. الله أكبر، الله أكبر. حفظتوا هالورش اللي تقولوا للسيد من تمشي إن شاء الله تتكرموا وتضيفوه؟ هذه أعظم هدية، قبل ما تجيب له إن شاء الله ذاك الكسيواز الوليد الصغير، تجيب له إن شاء الله تعالى الوسادة، وتجيب له الكوبرتا، وتجيب هذا الدعاء نعود له إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.
نعاود لها، نعاود لها كاع الناس اللي يسمعوا لها ان شاء الله في كل ارض تصله هذه الكلمه. اذا ذهبت الى بيت اكرمه الله بهديه ولد او بنت، فعليك ان تهنئه بقولك بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد ذلك ان شاء الله تعالى ثانيا عليك ان تقوم بسنه عظيمه عظيمه نسيها الناس. ما هي هذه السنه؟ قول الله يخليك. ما هي هذه السنه؟ ما هي هذه السنه؟ ما هي هذه السنه؟ أن تحمله بين يديك وتتوجه إلى أذنه اليمنى لكي تقرع سمعه. أول ما ينبغي أن يقرع سمع من خرج من ظلمات الأرحام إلى ساعة الدنيا هي كلمة التوحيد. الله 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 الله. لأن الله خلق الناس على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والنبي يقول كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة التوحيد. وسيد ربك يقول في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أن هذا الخلق في علم الغيب قبل أن يوجد قال الله لهم هذا السؤال ألست بربكم قالوا جميعا بلى أنت ربنا. فالفطرة القديمة قبل أن تخلق هي فطرة التوحيد. ولذلك كان أول ما ينبغي أن يقرع سمعه هو التوحيد حتى يتلاءم ظاهر ما يسمعه وباطن ما في قلبه أن يكون ذلك منسجما. الله، باش الطفل واخا صغير أنت ما تحسش راه واسمه يدير؟ يأمن على إيمان، يقول الحمد لله أنا خرجت مؤمن وأول كلمة اللي كان سمعها هي الإيمان. مازال الدنيا بخير، مازال البيئة التي أترعرع فيها هي بيئة تحافظ على الإيمان وتسقيه بماء الحياة ليترعرع الإيمان في القلب أكثر ويشع على الجوارح أعمالا صالحة. الله، شو الفلسفة بتاع الإسلام العظيمة كيف تتماشى مع التوحيد. أول ما يقرع سمعه إذا خرج من الدنيا كلمة التوحيد التي تتلاءم مع فطرة التوحيد التي خلق الله عليها الخلق ولا تبديل لخلق الله، حتى تطمئن نفس الصبي الصغير على أن البيئة التي تحفظ إيمانه لا زالت كما هي مؤمنة، فيرزق الاستقرار النفسي على صغره وصباه. احنا كانوا بكرين عقل في حجرة الحلوف في ذيك الجوية ديال برا، كان كيزيد الولد يرفدوه ويعطوه العريف ذاك اللي يزمر ويديروه في الزامر يسمعوا له. أول حاجة هي آذان الشيطان، يزمر له هنا في الولد يقول له باش يخرج عفريت، باش يخرج بحال اللي طاح للشيطان بالقران، ويقبضوا العلم ويبقى يفلفل عليه ما عارفين لا اذان ولا يديك لا يردك. وراش قتلو؟ راش قتلو من يعطيوه لشي مغني ولا يعطيوه العريف ولا الشيخ ولا لشي فاجر؟ فتكون اول يد تتلمسه يد فاجر. حينما ولد محمد صلى الله عليه حتى في الجاهليه الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف حملته، وكان أول يد تلامسه من الرجال هي يد جده عبد المطلب، فأخذه لمن إلى بيت الله الحرام فطاف به فأسمعه كلمة التوحيد حتى وهو مشرك يطوف بالكعبة ومحمد بين يديه يسمع تلك الكلمات التي توحد الله تعالى تصفع أذنيه منذ نعومة أظفاره. الله 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 الله، الدين ديالنا وشحال مزيان. لا إله إلا الله،
فتؤذن الآذان كاملا، ماشي مجهد تبقى توصلوا للأذنين وتقول الله، لا 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 تصدم أذنين، غيب شوي شوي. تعرفوا أول عضو يشرع في العمل من اللي يزيد الولد ما اسمه العضو الأول قال لي أول عضو اسمه علاش من اللي يجي خارج يخرج من الرجلي ولا من الراس؟ من الراس. أيوه أول حاجة اسمه هو النيف التنفس، ولذلك يصطدم الأنف بالأكسجين فيصاب بالألم فيصرخ، ثم بعد ذلك اسمه الآخر اللي يخدم الأذن. الأذن تشتغل قبل العين، تشعل العين دير له هكذا ما يرمش، ولكن من تلغى له تقول له فلان يدلك. يستجيب بالصوت ولا يستجيب بالمرئي. ولذلك سيدي ربي دائما يسبك السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع دائما هو السبق، ولذلك يعني أول حاجة اللي تديرها منين يزيد تمشي له عند هذه المعضو الذي بدأ يشتغل الأذن فتؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن هذه العقيدة. من بعد حي على الصلاة، يا الله حي على الصلاة، يعني الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا تتحقق إلا في الصلاة. لأنك لو تركت الصلاة فإنما تترك عياذا بالله الكلمات الأولى، إنما يوحد الله ويكبر ويعظم في الصلاة، إنما يتبع النبي في الصلاة، فالعهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي فسدت فطرته. ثم حي على الفلاح، إذا أردت أن تنجح في الدنيا وتفوز في الآخرة فعليك بالصلاة. ثم الله أكبر الله أكبر، تكرار لتكبير الله تعالى فهو الكبير، وكل ما عداه صغير صغير. فالمؤمن الصغير يسمع أن أعظم مهمة في الحياة هي تعظيم الله تعالى بعبادته وتوحيده والانقياد لشرعه والتسليم لأمره والرضا بقضائه، أن تعبده وتوحده ولا تشرك به شيئا عن طريق إقامة الصلاة، فهي عنوان الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. ثم لا إله إلا الله، وما تكفيش ما تكتفيش باليمين، فتعمد الى اذنه اليسرى، مش غير اذن وحده، فتعمد الى اذنه اليسرى، وهذه المره لا تؤذن، انما واش مدير مباشره تقيم الصلاه. او ربي ربي الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله في أذنه اليسرى. فكأنما حينما أسمعته في أول الأمر على أن وظيفة المؤمن هي عبادة الله، وتتجلى العبادة في أسمى صورها في الصلاة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد راكع خاضع لله، فهي طريق الفلاح في الدنيا والفوز في الجنة، تأتي بعد ذلك لتأكيد هذا الأمر في الأذن الأسرى وتقول له استعد استعد، من صغرك راك تصلي، لأن قبل ما يبلغ ككل قلم مرفوع عليه، فإذا مات في هذه الفترة كان من أهل الجنة. الله 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 الله، ولد المسلم بنت المسلم أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ ماتوا على الفطرة. الله، فين يمشيوا؟ هم ضعاميص الجنة. ما معنى ضعاميص؟ بل إن المؤمن إذا مات له الولد الصبي يقول الله للملائكة الذين حضروا هذا الموت، يقول سيدي ربي أخذتم ولد عبدي؟ نعم يا رب. أخذتم ثمرة فؤادي؟ نعم يا رب. جاوه العزايا؟ جاوه. بماذا رد؟ قال حمد الله واسترجع، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأيما مسلم يفقد ولدا صغيرا
فيستقبله بالرضا والصبر على المصاب، إلا جاءه الولد يوم القيامة في عرصات القيامة وهو أحوج ما يكون لمن ينقذه من ورطة عرصات يوم القيامة، فيأخذ به فيشفعه الله فيه. الله، إذا لا ما ترك أذنت له ورقمت له الصلاة، صافي راك درت الواجب، الواجب اللي كان كتب لك عليه كتب الله عليك راك درته. لا إله إلا الله. ثم إذا لاحظتم أن مسيرة العبد في الحياة من الولادة إلى الوفاة تلخصها فاش تلخصها؟ في ثلاثة أشياء. أولا، إذا ولد استقبلته بالصدع في أذنه بكلمة التوحيد، وإذا مات يكون آخر ما يموت عليه واسمه كلمة التوحيد، من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. وبين الولادة والوفاة هو تطبيق لمنهج لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تحكمه منين يموت ومنين يموت، وبين الميلاد والموت يعني حياته كاملة هي تطبيق لمنهاج لا إله، أي لا معبود في الكون بحق إلا الله محمد رسول الله، أي أعبدك وأخلص في العبادة لك على منهج نبينا ورسولنا، لا نزيد أبدا ولا نبتدع أبدا، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلوا على الحبيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه من البداية الإنسان حدد الهدف ديال الإنسان في الحياة. هذه أسرة واعية وعارفة واسمها الدين، هذه أسرة واعية. حنا السيد كي يتزوج ماشي مسلمة، ودائما كان نقول لهم يا ودي آخر دار شركم منين تجيو تتزوجوا اختاروا المؤمنة تعاونكم على هذا الأمر، كيكتبوا للناس اللي تزوجوا غير المسلمات ولم يتفقوا في البداية على أن الولد ينبغي أن يعود في تدينه إلى الوالد، كتدي الولد وهو يشوف إلى ما يسمى الكنيسة ويعمدوه تعميد كيسمى التعميد، وكيحسبوه ويسجلوه في الكراسات والكنانيش نتاع النصارى. انت مسلم صاحبي وتشوف ولدك كتديه الزوجة ديالك غير المسلمة الى الكنيسة فيعمد، انا استنيت باش غادي كيزيد تقول له الله اكبر توذن له في اليمنى وتقيم له في اليسرى وتعرف باللي منين يموت خصو يموت على لا اله الا الله ويعيش الحياة كاملة على منهاج لا اله الا الله. تنازع الوالد والوالدة منذ بداية خروج الولد وظهوره في الحياة على الدين وعلى هويته ولغته، لكن قانون الدولة المستقبلة وهي كافرة تعطي الحق وتثقل ميزان المرة فتأخذه قانونا وقوة وعنوة. انت ضعيف تضعيف، كيقول لك شهور انا كنشوف فيهم مساكين كل شيء ولا ونصارى. ايوا انت وليدي في الاول كنت تدور غير على الكويخطات، في الاول انت كنت تدور غير على الكويخطات، عمرو ما تكلمت انت على مساله الوليدات اللي غادي يجيو. كيف ستقول لربك يوم القيامه يا عبد الله حينما جازفت بالزواج من غير المسلمه دون ان تفكر في مآلات عملك هذا؟ مشكله. اما بعد ذلك هارك شكرت ربي على الهبة، وهارك استقبلت الوليد إن شاء الله باش بالآذان والإقامة. الثالثة واسمو الدير زيد يا سيدي الثالثة زنا مزيانة سيدي الحمد لله. تحنيك الصبي، هذه ما يديروهاش كاع الناس. تحنيك الصبي، ما معنى تحنيك الصبي؟ حينما ولد الحسن رضي الله عنه من فاطمة بنت رسول الله صلوا على الحبيب، أذن النبي في أذنه اليمنى وجاء بتمرة فلاكها النبي بين أسنانه. تمرات مضغة تمضغة، ثم تجعل الجزء الذي مضغته في الصبع ديالك هكذا، راه منظور ذاك التمر ياك درته في الصبع، ف
فتعمد إلى المولود بنتا كان أو ولدا ذكرا أو أنثى وتمشوا فين تديرهم له؟ فين تديرهم؟ تدخل له هذاك التمر الممضوب الفم نتاعو هاك هاك وتبقى تحك ها توصل حتى لهنا ياك الصبع نتاعك يكون إن شاء الله نظيف ها ها هم تحك مزيان مزيان ومن بعد اسمه هو يدير اسمه يدير اسمه يدير فيحرك لأول مرة هذا العضو الذي يصلح لما يسمى بالطعام. أول تحريكة ديال هذا شكون يكون السبب ده؟ التمر. وعلاش التمر؟ لأنه مادة مكتملة واحدة، ثانيا حلو، ومنين يكون حلو يبقى يمص يتعلم يمص على الصغار. فتهيئ هذا الفم لاستقبال ثدي الأم ومصها، أي أنك تدربه تدريبا عمليا على أن يلتقم الثدي ويقوم بتحريك فكيه لكي يمص الحليب، فهو تدريب عملي فطن له النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسائل تاع الطب وتاع الآخر هذه يتكلموا عليها الطب، الفوائد الصحية كيتكلموا عليها الطب. أما المسألة الثالثة والأخيرة والمهمة واسمية هي أن الصالح إذا لاك التمرة ثم وضعها في فم الصبي فأول ريق يدخل إلى جوفه قبل حليب الأم ريق رجل صالح كرسول الله. الله. وذلك سيدنا كان كيزيد عند الولد كيديوه عند الفقيه او اللي يديوه عند شي صالح، ماشي اي واحد يديرها، ماشي اللي يكون يكمي ويسكر واللسان تاعو يخرج منه الله يستر كل كلمه بالدلبوش. لا، واش اللي يسب تمشي تقول له انت يا امضغ التمره وديرها للولد؟ ابن عمي وكيدخل تما هذاك الميكروب ولطيف ويمشي له. هذه الفطرة. كما أن الفطرة هي فطرة التوحيد في الأزل، أول ما يقرع الآذان هو كلمة التوحيد، وأول ما يدخل إلى جوف ابن آدم ريق موحد صالح مؤمن، فنجمع للطفل بين ما يسمع وبين ما يدخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كيزيد شي واحد كيجيبوه له كيحنكو، ابو سعيد الخدري كيزاد عنده جابو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فحنك، عبد الله بن الزبير حنك، الحسن حنك، وسيدنا النبي ما كانش الله يحفظه ويستر استغفر الله على الكلام ما كانش يترفع على الناس، اللي جاب له وليده يقوم بهذا الامر، فهو في خدمة كل المسلمين. الله، صلوا على الحبيب. أول ما دخل إلى جوف الحسن وجوف عبد الله بن الزبير وجوف صحابة أجلاء من شباب الصحابة الذين ترعرعوا زمن نزول الوحي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات أحببت أن أنثرها على مسامعكم في سلسلة البنون زينة الحياة الدنيا، فقد تحدثنا اليوم عن 3 من واجبات المسلم عند استقباله للمولود. أولا شكر الله تعالى على الولد، ثانيا أن يصدع أذنيه اليمنى بالآذان واليسرى بالإقامة، ثم يقوم بليك لكن اسمها أنت بمضغ طمرة ثم تحنيك الصبي. واللي ما كاينش التمر واسمو نديرو؟ اللي ما كاينش التمر واسمو؟ العسل، يعني عسل شي عسل شي حبة عسل شي عسل تاع النحل ولا ندير هذا. ولا ما كاينش العسل وما كاينش التمر واسمو نديرو؟ أي مسألة حلوة، عنبة ولا عندك عنب ولا عندك شي حاجة حلوة لتجعله يتحرك فطريا يمتص هذه الحالة. سنعود إن شاء الله تعالى إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء لنستمر في هذه السلسلة، وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.